خلال جولة له بمحافظة بن سويف يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وزارة المالية تؤكد أن نجاح طرح السندات يؤكد ثقة المؤسسات والصناديق الاستثمار العالمية لاستقرار الاقتصاد المصري مع احتفالها بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الصين تسعى لمواصلة طفرتها الاقتصادية مرحبا بكم موعد نشاط الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة النيل أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص وذلك لكونه شريكا أساسيا في تحقيق خطط التنمية من خلال المساهمة في توفير الملايين من فرص العمل جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء اليوم مجمع مصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطي بمحافظة بنسويف وتبلغ مساحه المنطقه الصناعيه بكوم ابو راضي بالواسطي نحو 800 فدان وتضم 221 مصنعا كما اكد الدكتور مصطفى الدولي رئيس مجلس الوزراء ان الدوله تنفذ حاليا عددا من مشروعات الصرف الصحي معالجه ثلاثيه بمحافظات الصعيد بالاضافه الى مشروعات تحليه المياه بالمحافظات الساحليه جاء ذلك خلال تفقده والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بني سويف محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية والمحطة تم تحويلها من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمية تصل إلى 62 ألف ونصف متر ونصف متر مكعب من المياه وذلك بهدف رفع كفاءتها من خلال جهود الهيئة العربية للتصنيع حيث تخدم المحطة مركز ومدينة بنسويف سويف بتعداد يبلغ نحو 750 ألف نسمة أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات بالعملة المحلية وطرحها بالبنك المركزي أمس لصالح الوزارة وتم قبول خمسة وثمانية من عشرة مليار جنيه حيث فاقت العروض المقدمة ما يزيد عن أربعة أضعاف القيمة المستهدفة للسندات اجال خمس سنوات. واكدت الماليه ان نتائج طرح السندات فاقت توقعات توقعات الخبراء حيث عكست عددا من المؤشرات الايجابيه منها تلقي عروض من المستثمرين الاجانب لشراء السندات المصريه ذات اجال عشر سنوات. وهو ما يعكس ثقه المستثمرين في استقرار وقوه الاقتصاد المصري. واضافت الوزاره ان الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والمنتجة. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين انطلق مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية وهذا المؤتمر ده أهميته جدا في ايه؟ بيتكلم على مستقبل الاستثمار في مصر مناخ الاستثمار مصر وكل الناس حاليا قلقانه كل الناس حاسه ان لازم يبقى في مردود من النمو الاقتصادي في مصر يرجع على المواطنين فاحنا قلنا لازم نيجي ونقول للحكومه احنا على استعداد ان احنا نتعاون معاكي كل الخبرات المتراكمه اللي عندنا في المجالات عديدة في السياحة وفي الصناعة وفي الخدمي وفي الملاح نعم احنا هنوصفها لخدمه هذا المجتمع المؤتمر استعرض رؤيه مجتمع رجال الاعمال حول اليات عمل القطاع الخاص وزياده قدرته التنافسيه والانتاجيه الاقتصاد المصري مر بمرحلتين مرحله أولى مرحله البناء للبنيه التحتيه طرق كهرباء توفر السلع بصفه عامه توفر المواد البتروليه وتوفر الغاز كل دي حاجات كانت بتنقصنا في من عشر من سنين مثلا او من سبع تمن سنين مجرد توفر البيئه التحتيه والبنيه التحتيه المناسبه دي كلها بتبقى عوامل لجذب الاستثمار هذا وقد اشاد المشاركون بالاجراءات الاخيره التي اتخذتها الحكومه المصريه والتي من شانها توفير فرص استثماريه جديده وتشجيع المستثمرين من مختلف دول العالم على الاستثمار في مصر عزيمة وإصرار قوي أعلن عنه مجتمع رجال الأعمال خلال جلسات المؤتمر للتأكيد على كامل الدعم لعملية الإصلاح الاقتصادية والعمل على فتح أفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بما ينعكس على عملية البناء والتنمية من مقرنا قد المؤتمر أمل صبري أمين. في سوق المال تراجعت مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات اليوم بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 671.9 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي إي اكس 30 بنسبة 4.16%، كما انخفض مؤشر إي جي اكس 70 بنسبة 2 و94% قالت مصادر اعلاميه ان السعوديه استعادت حوالي 75% من فاقد انتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشاتها النفطيه وستعود الى كامل الكميات بحلول اوائل الاسبوع المقبل. ويفوق انتاج النفط السعودي من خريص حاليا نحو واحد وثلاثة من عشرة مليون برميل يوميا بينما الانتاج الحالي من بخيق بلغ حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا وتسببت هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشأتي خريص وبخيق وهما من كبريات المنشآت النفطية في المملكة تسببت في اشتعال حرائق وأضرار كبيرة أدت إلى خفض إنتاج النفط الخام بالسعودية قال صندوق النقد الدولي ان تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفا انه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام ما لم تنفذ الحكومة المزيد من الاصلاحات. وأضاف صندوق النقد في بيان له بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، أضاف أن الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشا بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الدين الأجنبي للقطاع الخاص. وانكمش الاقتصاد التركي بنسبه 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على اساس سنوي قالت كريستين لاجارد رئيسه القادمه للبنك المركزي الاوروبي ان التهديدات التي تتعرض لها التجاره هي اكبر عقبه امام الاقتصاد العالمي واضافت لاغارد ان الرسوم الجمركيه التي فرضتها الولايات المتحده والصين من المتوقع أن تقتطع ثمانية من عشرة في من النمو الاقتصادي العالمي في 2020 وأن تأثيرها سيكون مثل سحابة كبيرة قاتمة على الاقتصاد العالمي ذكر البنك المركزي الصيني أنه لا يوجد ما يستدعي تبني سياسة جديدة للتعامل مع الضغوط العالمية على اقتصاد البلاد جاء ذلك في مؤتمر الصحفي قبيل الاحتفال بالذكرى السبعين على تأسيس جمهورية الصين الشعبية حيث أكد البنك أن بكين ستبذل كافة الجهود من أجل تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التعجيل بالمشروعات الاستثمارية مع الاحتفال بمرور سبعين عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية أظهر أحدث تقييم للاقتصاد الصيني طفرة اقتصادية واجتماعية كبيرة وضعتها في مصاف الاقتصاديات الكبرى خاصة مع تبني سياسات إصلاحية والانفتاح على الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، وأصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة في النشاط التجاري، وتمتلك أكبر احتياطي أجنبي، وثاني أكبر مقدم للخدمات التجارية والاستثمار الأجنبي. على مدار السبعين عاما الماضية نجحنا في إحداث ثورة اجتماعية واقتصادية وحققنا تقدما هائلا في الإصلاح والانفتاح على العالم وتنمية وتطوير القوة العاملة بصورة كبيرة وعلى صعيد الإنتاجية قفز الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني في الفترة من 1952 إلى 2018 ما يقرب من 174 ضعفا من نحو 9.5 مليار دولار إلى 12.6 تريليون دولار كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي من 16.7 دولار إلى أكثر من تسعة ألاف دولار وهو ما يمثل نحو 70 ضعفاً كما حققت الصين تقدما كبيرا في المجال العلمي والتكنولوجيا خاصه في مجال الاتصالات وصناعه اجهزه المحمول واستخدامات الطاقه النوويه الحديثه واستكشافات البترول في اعماق البحار الاستثمار الصيني تعاظم في الاصول الثابته ما كان له اكبر الاثر في تحسن الانتاجيه الزراعيه حيث تحولت من دوله الزراعه التقليديه لدوله صناعيه كبرى تتميز بشبكات البنية التحتية وتصنيع الأجهزة واستطاعت الصين أن تبني ثاني أكبر شبكة لخطوط السكك الحديدية بنحو 132 ألف كيلو وصاحبة ثاني أكبر شبكة لخطوط القطارات فائقة السرعة قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف الأسبوع القادم في واشنطن وأضاف مينشتين أن بلاده طلبت من مسؤولين صينيين إلغاء زيارة إلى مناطق زراعية أمريكية لافتا إلى أن الصين تعهدت بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم مجارية سوق السندات الأوروبية مع تدهور إقبال المستثمرين المخاطرة وذلك بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط الشركات في منطقة اليورو أذكت مخاوف من ركود في المنطقة وتراجعت عوائد السندات الخزانة لأجال 30 عاما وعشرة أعوام وعامين إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين حيث بدأت عوائد السندات الأمريكية بالتراجع بعد مسح أظهر أن نشاط القطاع الخاص في ألمانيا انكمش للمرة الأولى في ستة أعوام ونصف العام في سبتمبر ذكرت صحف يابانية أن القطاعين العام والخاص في البلاد سيستثمران عشرة مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال على نطاق أوسع في أنحاء العالم وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط وتهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط وذلك بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين حيث يشكل النفط القادم من المنطقة حوالي 90% من وارداتها من الخام وإلى أسواق النفط العالمية حيث تراجعت أسعار النفط اليوم جراء صدور بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان، وهو ما ألقى بأجواء قاتمة للطلب على الخام أبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات في السعودية. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنت لتصل إلى 64.37 من 100 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 33 سنت لتصل إلى 58 و 31 من 100 دولار للبرميل وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة بقيت تذكرة بأبرز ما جاء فيها خلال جولة له بمحافظة بني سويف مدبولي يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وزارة مالية تؤكد أن نجاح طرح السندات يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري مع احتفالها بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الصين تسعى لمواصلة طفرتها الاقتصادية نشرتنا دمتم في أمان الله